عاد على الحمل، اللي متأخرة في حملها، اللي أبطت ما حملت، اللي ما حملت، اللي لها 6 7 سنين 8 سنين ما حملت، تستخدمها يا بنات وتدعي لي وتدعي لي. واحدة من متابعاتي قبل أمس مرسلة لي رسالة تبشرني ببنيتها أنها حملت. أقول الله يجعلني سبب من الأسباب، والله ينفع بالأشياء اللي أنا أنزلها ولا يتكل عليها. بنات، الحاجة اللي أنا بقولها لكم مرة وعنزروت فقط لا غير، خذي من العطار ب5 ريال مرة وب5 ريال عنزروت بس. وبعطيت الطريقة الحين كيف تسوونها، شفتوا وش كثرها، شفتوا الكسيرات وش كبرها، شوفي فدية روحت تاخذين كسيرة مرة، شفتوا وش كبرها، وكسيرة عنزروت كلها في نفس الحجم، كلها صغيرات، شفت الكسيرات وش كبرها، أبد. وتاخذينها وتحطينها في الكاس وتصبين عليها موية حارة، نص الكاس هذا، شفت الكاس ذا، الكاس ذا تصبين عليه نصه موية حارة وتغطينه وتخلينه. ثالث يوم الدورة، ركزوا معي، ثالث يوم الدورة تسوينها في المغرب وتغطينه. إلى جيتي بتنومين، إذا جيتي بتنومين تشربين الكاس بس مرة واحدة فقط لا غير، اللي هو ثالث يوم الدورة تسوينها وتشربينها إذا جيتي تنومين. شهر شهرين، الثالث بحيل الله وقوته وإذنه وانتي حاب، إن شاء الله إن شاء الله، أقول إن شاء الله، الله يجعلني سبب من الأسباب ولا يتكل على حوايجي.